فمشغل التكييف 24 ساعة براحتك. قال له ايوه راح ديب بالقلم على الوش. كل ده عشان خرطوم بينقط مايك. بنرتكب جرائم وبنكتب عشان خاطرك. عشان خرطوم المية بتاع التكييف. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا. ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام جدا، ان الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها او فعلها لن تفيده، وان العقاب واقع لا محالة. تعالوا نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة الجيزة، بالتحديد في منطقة الهرم. مصر طول عمرها مفتوحة لكل الدول العربية. في كل ازمة متمر بها اي دولة بييجوا عندنا في مصر. شفنا العراق، شفنا الكويت في اثناء ازمة احتلال العراق للكويت، سوريا حاليا، اليمن، السودان، اليمن. مصر مفتوحة للجميع، ده في وقت الأزمات، وأيضا مفتوحة لكل الدول اللي جاية تتمتع بجمالها وبجوها وبفسحها وحفلاتها ومهرجاناتها وسينماتها ومسرحها، لأن مصر دولة منفتحة العالم كله. في شاب خليجي اسمه عبد الله من المملكة العربية السعودية، نزل مصر فتن بجمالها بمظاهرها بحضارتها، فقال لك انا عايز شقه اقعد في الجيزه. بالفعل خد شقه في منطقه الهرم في الدور الثالث وقعد فيها، وقعد بين اهله. احنا السعوديه ومصر بلد واحده، احنا شعوب، وحتى على المستوى الرسمي احنا اقرب دوله لينا دول الخليج، وعلى راسها السعوديه. مش عايز اكلم، احنا عندنا في معظم بيوتنا في عز الحر ده بنركب تكييفات، الجو عندنا صعب جدا، حتى اللي حالته المادية تعبانة بيجيب تكييف يشغله نص ساعة ويقفله، يدوبك يخلي الأوضة بس كده ايه هاوية شوية، لان الكهرباء اسعارها غالي. لكن الشاب الخليجي ده ربنا طبعا عطيله من واسع، فمشغل التكييف 24 ساعة براحته، هو اللي بيدفع فلوس الكهرباء، وراجل مش هيقول منين، وجاي عايش في مصر سياحة وزي الفل، من حقه يتمتع. كل تكييف زي ما انتوا عارفين بيكون فيه خرطوم متركب فيه علشان المية اللي بتنزل من التكييف، كلنا عارفين المواضيع دي. انت تبقى ماشي في الشارع وتلاقي المية نزلت عليك، تبص فوق تلقى الخرطوم بتاع التكييف. طب اللي في الدور التالت ده اللي هو الشاب الخليجي ده، الخرطوم بتاعه بينزل النقط على مين؟ على الدور اللي تحتيه. الدور اللي تحتيه حاطط غسيل. طبعا الناس اللي في الدور التاني مش هيطلع يخبط على راجل ما يعرفوش، يعني الست اللي في الدور التاني ده هتطلع عند راجل خليجي تقول له بعد اذنك خلي الخرطوم في جردل، ولا ابعد الخرطوم عن البلكونه. فتكلم مين؟ بيتكلم عم بدري. مين عم بدري ده؟ البواب، او باللغه اللي الناس بيحبوا يقولوا عليها حارس العقار، اسمه بدري. نزلت الست: يا عم بدري. ايوه يا ست هاني. والنبي الراجل اللي فوقينا ده الشاب الخليجي ده، قال لها ايوه ده اسمه عبد الله. طيب قول لعبد الله بعد اذنك، قول له المدام اللي تحتك بتقول لك بعد اذنك خلي التكييف يحرك الخرطوم شويه عشان التكييف بينقط على الغسيل. اظن كده الموضوع يعني مش مستاهل اي حاجه. تكييف واحد مشغل 24 ساعة بينزل المية، لدرجة ان الست بتقول حتى وهو مش موجود وبياخد عربيته وبيمشي بالتكييف شغال، عشان لما يرجع الراجل يبقى يلقى الجو حلو. الناس دي مش بتعاني من مشاكل مادية زينا يعني، مشغل على طول هياخد كهرباء يعني 5000 6000 10000، دي غدوية بالنسبة له. لكن المشكله الناس الخرطوم بينزل ماء. فالست لما قالت لعم بدري، عم بدري خلى عبد الله الشاب الخليجي ده داخل العماره: يا شيخ عبد الله، يا عم عبد الله، يا استاذ عبد الله، يا عبد الله بيه. قال له ايوه. قال له بعد اذنك الخرطوم بينقط والناس بتشتكي علشان الميه بتنزل على الغسيل. قال له ايش اعمل يعني؟ قال له حرك الخرطوم كده ولا كده. قال له مش هحرك، اللي بيشتكي ما ينشرش.
الست البواب مش هيطلع يقول لها كده، يعني البواب مش هيطلع يقول لها الراجل اللي فوقيكي بيقول مش هعمل حاجة، سكت. فالست وهي نازلة تاني يوم، ايه يا عم بدر؟ قال لها والله العظيم يا مدام انا معاف اقول لك ايه، انا كلمته وهو قال لي كبر دماغك. يعني ايه يا عم بدر؟ يعني ايه قلة الزوج ومش قلة الزوج؟ قال لها طب انا عم قلت له، قل له تاني وقل له اذا ما خلاش الخرطوم بتاع التكييف ده يبطل تنقيط ولا يبعده في اي حته ولا يحطه في جردل في البلكونه الخرطوم، انا هبلغ الشرطي. فما على الرسول الا البلاغ. عم بدري قاعد هو واحد صاحبه، انتوا عارفين نظام البوابين على فكره دي مهنه سليمه، ما حدش يعرف انا بقول كلمه بوابين دي كلمه فيها نوع من التنمر ولا الاحتقار، لا دي وظيفه، وظيفه مهمه جدا ووظيفه محترمه جدا، واي شغلانه بتكسب لقمه بالحلال شغله شريف. البواب من البوابين من عادتهم ما بيقعدوش لوحديهم، دايما كل بواب بيبقى قاعد جنبيه واحد صاحبه، بيسهروا مع بعض، بيقعد يشربوا شيشه مع بعض، الحاجات المتعارف عليها دي من مع البوابين. فعم بدري قاعد هو وواحد صاحبه اسمه عبد الله من العماره اللي جنبيه، قاعدين بيشربوا شاي وبتاع. فالشاب الخليجي ده عبد الله داخل، فالبدري بيقول له وبعد اذنك؟ قال له ايه؟ قال له الست الهانم بتبلغك اذا ما خلتش الخرطوم يبعد عن البلكونه بتاعتها والميه اللي بتنزل منها هي هتبلغ الشرطه. قال له طيب يا عم بدري تسمك بدري؟ قال له ايوه. قال له ممكن تبلغها حاجه؟ قال له ايوه. راح دب بالقلم على وشه، انت ما تعرفش انا مين وابن مين؟ دب دب طبعا بواب، يعني راجل خايف على اكل عيشه، وده راجل معاه قرش، لكن ما توصلش للاهانه وضرب الاجلاء. فصعب على نفسه عم بدري، انت بتضربني ليه؟ انت مالكش ضرب عليا. قال له انت شو؟ طب يعني يا راجل ده انت ده لو وزير بيزوجك هتقول له جراوة انت عشان وزير وهتزوج؟ ده شو طبيعي يعني؟ فراح عم بدري زج الواد الخليجي الشاب الخليجي طبعا بجلابيته البيضة والبتاع، ايدين البواب مهما يكون كان بيشرب شاي ولا بتاع، فايديه جت على الجلابية. انت بتمد ايدك عليا، وراح مطلع مرة واحدة سلاح كان عبارة عن سكينة، هي مش سكينة يا خنجر، استعرفين السنكي بتاع السلاح الالي بتاع القوات المسلحة، سنكي اللي هو بتعامل زي بتاع المارينز بتاع الجيش الامريكي، السكينة المشرشرة دي. ونزل في البواب ووراه له وقال له عشان تبقى تعرف تمد ايدك. طبعا صاحبه اللي جنبيه مش هيسيب كده، حب يقوم ينقذ صاحبه، راح مشرح هو التاني كل ده عشان خرطوم بينقط ميه. كان كل اللي هيعمل الشاب الخليجي هيعمل ايه؟ هيمسك التكييف بتاع الخرطوم يحركه كده، او بلاش من الحركه دي، يحركه كده، ده خرطوم حركه شمال يحركه يمين، او يمسك الخرطوم يحطه في الجردل، وكل ما الجردل يتملى يكبه في الحمام. يعني الموضوع يا جماعه احنا بنرتكب جرائم وبنقتل عشان خاطر ايه؟ خرطوم بينقط، ابعد شمال ولا يمين؟ الست بتكلمت الباب، انت قول حاضر، لكن ان انت تقول له لا مش هعمل حاجه ويكلمك تقول له بوصل لها الرساله دي وتضرب القلب ليه يا عم؟ ليه؟ عشان خاطر ايه؟ طبعا الاثنين راحوا عين الشرطه والناس طبعا اتلموا. الشاب الخليجي طلع على شقته ولا كانه عمل حاجه، عم البدري في الانعاش، عبد الله حالته ابتدت تستقر. الموضوع يا جماعه ليه؟ انا واثق طبعا والايام الجايه هتثبت الكلام ده، ان الشاب اهله وعزوته وناس، وهيجي يراضوا عم بدري ويجي يراضوا عبد الله. بس يا جماعه طبعا هو الكلام ده ما حصلش، يعني لغايه دلوقتي الشاب اتقبض عليه وجاري التحقيق معاه. بس هي الفكره في ايه؟ الفكره عم بدري غلط في ايه؟ وصاحبه عبد الله غلط في ايه؟ والست الجاره غلطت في ايه؟ عشان يكون العقاب اتنين بواب وصاحبه، واحد في العنايه المركزه والتاني ابتدى يتمثل للشيب، عشان خاطر ايه؟ عشان خرطوم الميه بتاع التكييف. الموضوع يا جماعه مش سهلة كده، لكن المشكله ايه؟ العنجهيه، الفلوس، الجهو السلطان، بفلوسي انا ابن مين؟ الفلوس بتقوي النفوس، مش عايزه كلام، وبتدي شخصيه للواحد، لكن مش لدرجه الافتراء. نتمنى طبعا لعم بدري يشفى وصحته استردها، والحمد لله عبد الله ابتدى يتمثل للشفاء، لكن احنا المفترض يكون في عقاب رادع، لانه بالفعل ما غلطوش. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.